صحافة هذا اليوم وماذا قالت الصحافة عن هذه المباراة. من الأهرام الليلة ضمن الجولة الثانية، الأهلي يبحث الانتصار الخامس أمام الإنتاج الخامس عموما يعني مع ريني فايلر، والإسماعيلي والمصري في ديربي القناة، والشوط الأول بيقارب على الانتهاء والإسماعيلي مهزوم من النادي المصري بهدفين مقابل لا شيء. أما من الأهرام المسائي في الدوري الممتاز اليوم ديربي القناة ومحطة صعبة للأهلي. من جريدة الأخبار، الأهلي يبحث عن الفرحة الخامسة أمام الإنتاج الليلة، فايلر يفكر في مفاجأة جديدة، ومختار يسعى لإيقاف انتصارات الأحمر. أما من الأخبار المسائي، الأهلي والإنتاج صراع الجبابرة، فايلر في تحدي صعب أمام المخضرم مختار على ملعب السلام. التاريخ يؤكد تفوق الأحمر، الأهلي طمعان في كرم الإنتاج. أما من جريدة المساء الليلة على استاد السلام، الأهلي والإنتاج من يفوز بثلاثة نقاط، أول اختبار حقيقي لفايلر أمام مختار العنيد. مش عارف أنا موضوع أول اختبار حقيقي، النادي الأهلي لعب ثلاث مباريات يعني ماشي، كل واحد وله وجهة نظره. من روزل يوسف، الأهلي يتحدى الإنتاج لتحقيق الفوز الخامس مع فايلر. من جريدة اليوم السابع، قطار الأهلي يخشى مفاجآت الإنتاج الحربي الليلة، فايلر يبحث عن الانتصار الخامس ويستمر في تدوير اللاعبين، ومختار يتسلح بالطرابلسي ومرسي. أما من جريدة المصري اليوم، الأهلي يسعى لاعتلاء صدارة الدوري على حساب الإنتاج، وفايلر يتسلح بالقوة الضاربة لحسم المواجهة، كابتن مختار يراهن على خبرات لاعبيه والهجمات المرتدة. من جريدة الشروق، الأهلي في مهمة مواصلة الانتصارات أمام الإنتاج، فايلر نعمل دائما لإصلاح الأخطاء واستمرارية تحقيق الانتصارات، ومختار تنتظرنا مباراة صعبة ونأمل في الخروج بنتيجة إيجابية. من جريدة الوطن، الأهلي في مواجهة صعبة أمام الإنتاج الحربي بالدوري، وفايلر يطالب لاعبيه بالفوز الخامس على التوالي، تحذيرات للدفاع من ثلاثي هجوم الفريق العسكري، ومختار يبحث عن إيقاف انتصارات الأهلي. ومن جريدة الوفد، مواجهة مثيرة ما بين فايلر ومختار الليلة، الأهلي يتحفز لمواصلة انتصاراته وتخطي عقبة الإنتاج. أما من جريدة الدستور، الأهلي يبحث عن الفوز الخامس على التوالي أمام الإنتاج، وفايلر التجميد مصير المتمردين. طبعا دي كانت